اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الصحه تاج عروس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وصحتك في اكلتك. الكلام ده بنقوله نظري، احنا معانا يوم الاحد من كل اسبوع بنطبق الكلام ده عملي. معايا الاكل الصحي النهارده ومن بيت الثلاجه ومن المطبخ بتاعك، مش بكلفك حاجات كتيره. معانا صدور فراخ، معانا رز مصري، معانا كوسة، معانا شوية شوفان، جبنة شيدر مبشورة، معايا صويا صوص، معايا بصل، معايا توم، يعني كل اللي موجود في المطبخ عندك، ولكن أنا بحوله بأكل بطريقة صحية. بنسبة كام يا مغازي؟ تقريبا بنسبة من 80 لـ 90%، بنجتهد. المهم إن النسبة دي أو المجموع ده يدخلنا مرحلة أولى تنسيق فوق 80 فوق 75%. حلو الكلام؟ يعني مثلا النهاردة معانا مخرجنا الجميل الكوسة بوريه بالشوفان. ايه فكرتها؟ تفاصيلها هنشوفها مع بعض. كوسه وشوفان وبصل وتوم. معانا رز النهارده بالفراخ والصويا. استخدمت الصويا صوص كبروتين نباتي والفراخ كبروتين حيواني مع الرز المصري نشويات وكربوهات وكربوهيدرات. فهعمل الطبق الرز ده حاجه كده بنت عم الفرايد رايز، ولكن بطريقه لطيفه وجميله. اما نيجي بقى لطلب الساده المشاهدين من خلال السوشيال ميديا، عايزين الكيكه الاسفنجيه. الكيكه الاسفنجيه هي اساس اي تورتايه بنعملها. نعمل تورته بالشوكولاته، تورته بالمانجا، تورته فور سيزون، الحاجات دي كلها، ولكن نعمل الكيكه الاسفنجيه النهارده بالشوكولاته. ايه اسرارها؟ بياض بيض فقط، صفار البيض بريء منها من الكيكه الاسفنجيه. هنعملها مع بعض ازاي؟ تفاصيلها اكيد بسيطه وسهله، واعتقد ان احنا هنبدا بيها أول ما نشتغل عشان ندخلها الفرن ونخلص منها على ما تطلع ونسقيها الشوكولاتة وزي الفل. حلو الكلام، نخش على اللي بعده. عندي رز بالدجاج والصويا، أكل صح برضه. رز بالدجاج والصويا، نعم يا غالي. والله بص بص عليها في الفرن الكيكة الإسفنجية، طالعة في طريقها للوصول إن هي ترتفع. ما ينفعش إن أنا أفتح الفرن، عشان كده أنا ما عنديش حاجة أدخلها الفرن النهاردة. حلو، نشوف مقادير الدجاج. عينيا طالما جايب الدجاج على الشاشة بيقول لي بشياكة مقادير الدجاج بالصويا. صدور دجاج، رز مصري مسلوق مسبقا في ماء مع قليل من الخل. رز مصري مسلوق في النار من غير ملح، مية ونقطة خل صغيرة وعصرة ليمون. سلقت الرز بالشكل ده كده، مع صدور دجاج مع بصل وتوم وصويا صوص. الصويا صوص بديلة للملح. الصويا صوص بروتين نباتي ومرتين مفيد جدا، بديله للملح. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، ده مهم جدا. بنحط طاسه على النار، نخلي الكوسه هنا ونحط دي هنا. ايه الاخبار؟ ده انت تولع، متزعلنيش. حلو، ليه بقى؟ انا عايز نار شديده للفرايد رايز. حلو يا حاج حاج، تمام، حلو قوي. اهم حاجه ان الكوسه هنا تاخد غلوه، بعد ما بتاخد غلوه على النار يا عم الشيف بتنضرب في قلب الكبه او في الخلاط عادي زي ما احنا عايزين، مفيش مشكله. تمام، نخليها كده على النار ونسيبها. تعالوا نشتغل مع بعض الدجاج بتاعنا. صدور الدجاج بنقطعها مكعبات، صدر 2 3 زي ما قلت لحضراتكم، الكميه حسب عدد افراد الاسره. حلو، سكينتك حاميه، بنمسك صدر الفرخه ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده الموزه دي كده مش عايزها، وناخده كده اول حاجه والشكل ده كده، الله. ونفس القصه هنا، الموزه دي نخليها كده، وناخد دي كده نفس القصه. هنقطع الفراخ دي مكعبات صغيرة. حلو، نعم يا غالي، نقدر نعمله بالفراخ، نقدر نعمله باللحمة زي ما احنا عايزين. السكينة تكون حامية في التقطيع دايما، الأنسجة بتاعت الفراخ ما بتتحملش السكينة الباردة، لازم تكون سكينتك حامية عشان ما تهريش معاك الأنسجة بتاعت الفراخ. وانت بتسن السكينة يا أختي خلي بالك لا تعوري نفسك. احتكاك المعادن ببعضيها بعد السن السكينة يتطلب مننا تعقيم السكينة بالشكل ده كده. ونمسك الفراخ دي نقطعها كده، الله،
شفت بقى ازاي؟ هو ده كده اهو، مكعبات صغيرة. عندك صدر فرخة كنت عاملة ملوخية مثلا، او عاملة صليط بطاطس بالفراخ، وعندك صدر فرخة مستوي هتطلعيه تقطعيه مكعبات. اهم حاجة انك تسلقي الرز من غير ملح، معلقة خل زي ما قلت لحضراتكم، علشان انا هستفيد بالصويا صوص هنا بديلة للملح. هذه الفراخ تتقطع بكده في جريلا او في طاسة بتسخن على النار، عايزة تسخن جيدا، واخد الفراخ كده بالشكل ده كده. اهم حاجه وانت بتقطعي الفراخ ما تتغسلش بعد التقطيع، زيها زي الكبده. جبت صدور الفراخ وانت مثلا عايزه تعقميها، عايزه تغسليها، مش ضامنه الفرارج اللي انت جايبه من عنده، تغسليها وهي سليمه. غسلتها وهي سليمه بماء بارد، بتنشفيها بشاش او بمنديل، وبعد كده تقطعيها. ما ينفعش ان انا بعد ما اقطعها كده اغسلها. حذاري، اتبلها. اتبلها بايه يا عم الشيف؟ دي فينا عضميه هنا، مش عارف ليه اللي جابها هنا. اتبلها بليمون، اتبلها بتوم، شويه البهارات بتاعتنا. بس طالما هستخدم صويا صوص فتتبيلتي هنا هتبقى ايه؟ توم وقليل من النشا، عشان النشا بيديها شخصيه. ادي صدور الفراخ بتاعتي زي الفل بالشكل ده كده، هخليها معايا واتبلها مع حضراتكم كده تتبيله لطيفه بعيد عن الملح، من التوم بالشكل ده كده. حلو، بصلايه ناعمه على الفراخ. ده هيروح على فين يا شيف بعد كده؟ في طاسه بتسخن على النار، ما نقلقش منها اهو. بصل وتوم، عصره ليمون على الفراخ كده، مفيش مكان للزفاره بينا. ممكن نحط شويه فلفل اسود. اوعى ايدك تروح على الملح. كل ده انا على فكره بضيع وقت على الطاسه ما تسخن معايا. شفت بقى الاحترافيه؟ طاسه شديده الحراره على النار دي هنا. دي الجريله اللي انا هسوي فيها. ده زيت. اخد الفراخ دي بعد التتبيله اللطيفه دي كده. يلا بينا، يلا بينا على بلد المحبوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزل بقى هنا فراخ بالصويا صوص. نعم، اصبر على رزقك، الصويا صوص مش هتتحط دلوقتي خالص. نقلبها ونهدى عليها شويه. حاضر يا غالي. بص على الكوسه، عينيا، بص على الكوسه. شوف الكوسه دي اكله تانيه خالص، بتستوي مع بعضيها، واسيب الفراخ تستوي مع بعضيها بالشكل ده كده. طبعا تقطيعة للفراخ بالشكل اللي شفناه مع حضراتكم ده بيساعد على تسويتها سريعا. عندي الكوسة بتستوي على النار، معايا رز مصري مسلوق مسبقا في ماء وقليل من الخل، وجاهز عندي. الصويا صوص مش هضيفها دلوقتي خالص. تعالوا شوفوا مع بعض الرز بقى ايه حكايته. معانا الرز اهوت، قصدي الفراخ، استوت على النار، سايبها عايشة مع نفسها بالشكل ده كده. ما فيهاش أي توابل غير التوم والليمون والبصل. يلا بينا يا زيزو. هو ده الفراخ بالشكل ده كده. ننزل بالصويا صوص ونسيبها تغرق في الصويا صوص. خدت طعم الصويا صوص بالشكل ده كده. كمان هي عايزه دولت، ونسيبها كده مع معلقه فلفله حلوه، شويه رز تاكل صوابعك وراهم، ونسيب دول نقلبهم كده اهو. الرز معانا هنا بيكون تقريبا مرحلة السوى خلاص. شفت الرز الدجاجة اهوت زي الفل. الله، الأكل ده أنا بحبها قوي على فكرة، لها طعم مميز كده. مش كل يوم رز بالكاري أو دجاج بالكاري. استنى عليها تاخد غلوة. معانا وقت قد إيه يا شباب؟ الله عليك وعلى والديك. نجهز طبق الغرف بتاع الرز، مكانه هنا. حلو، باخد شويه الخضره دول بحطهم على الفراخ. حلو، اوعي ايدك تيجي على الملح ارجوك، ولا الرز تحطي له ملح. الصويا صوص كفيله تقوم بدور تظبيط الاكله.
حلو زي الفل. هنعمل ايه؟ نقلب كده. عايزاها سبايسي قطعي فيها قرن فلفل حار، مفيش اي مشكله. التقليبه دي مهمه. الفراخ هنا طعمها حلو قوي. اهي اهي شفت شوف اهي مخرجنا الجميل اهي. مش عايز اقول لك، مش عايز اقول لك للامانه. على فكره نقدر نعملها، ده طبق تشاينيز مع مكرونه نودلز نسلقها او تتسلق في قلبها، تبقى التشيكن مع النودلز من المطبخ الصيني. حطينا معاها مكرونه سباكيتي يمشي الحال. الحاجات دي انا بقولها فرصه يعني ان احنا مع بعض بنتكلم وشايفين صوره على الشاشه تعني مليون كلمه بتفاصيلها. لما بقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد في اللي احنا شايفينه على الشاشه، تفاصيل مع فرسان التلفزيون المصري مخرجنا الجميل المبدع. حلو. الطعم هنا طعم الصويا صوص. اوعى بقى تجيب سيره للكمون هنا ولا الكزبره ولا اي توابل خالص، زي ما انا عملت كده حطيت فلفل اسود، حطيت الصويا صوص والثوم والبصل واسيبها كده على النار. اخد الرز بتاعنا الجميل الغاوي، الغاوي يقدم الرز والدجاج جنبه. الغاوي يغرف الرز بوله حلوه كده زي داوود باشا ويحط الصوص ده في جنبيها، ولكن الاكله دي انا بحب اكله مع بعضه كده. رز مصري اتسلق في ماء مخلوط بقليل من الخل والليمون. يعجن مين يا راجل يا طيب؟ ده هو لسه عايز يكمل شويه سوا. ونقلب دول كده. الله على الاكله دي. صحيه؟ دي بنسبه كام يا مغازل؟ يعني ايه بنسبه 90%؟ طب ال 10% راحوا فين؟ الرز غني بالكربوهيدرات والنشويات. وبعض دكاترة التغذية أو دكاترة البطنة مثلا ينصحوا في مشاكل صحية يقول لك ابعد عن الكربوهيدرات والنشويات دلوقتي فترة معينة يعني. بس عشان نبقى عارفين الدنيا ماشية ازاي. دول ال 10%. ولكن للأمانة رز مسلوق بريء زي ده كده أعتقد مفيش أي مشكلة منه. أنا في اليوم لو ما أكلتش رز يبقى أنا ما أكلتش. آكل معلقتين بآكل ثلاثة، بس أنا عامل رجيم قاسي الأيام دي يعني ونزلت 10 كيلو في أسبوع واحد. نعم يا ست الكل. رؤية يا فندم؟ روح حاضر يا فندم. خلينا ناخد الرز ما هو كده بالشكل ده كده نغرفه مع بعض. يلا بينا. هو ده الفراخ هتدور عليها بالمعلقه. كنت انت شايف فراخ دلوقتي على الشاشه راحت فين بعد كده؟ الله. شويه رز زي ما قال المغازي حكايه صراحة. أنا على السفرة دولت تخلصهم كلهم. طب دول عدالهم إيه؟ عدالهم طبق سلطة خضراء تحتوي على الخيار والجرجير والخس اللي هي الخضروات الورقية، ما فيهاش طماطم. لازم السلطة دي ما يكونش فيها طماطم. علل ولماذا ما ينفعش سلطة الطماطم جنبيها؟ لازم يكون خيار وجرجير وخس. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. دايما بقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. من مطبخك، من تلاجتك، من مشترياتك اللي موجوده في البيت. تصحى الصبح كل يوم حد من كل اسبوع، تخش المطبخ مع الشيف المغازي هتعملي اكل صحي بنفس المدرسه. رؤية فن ابداع اكل صحي. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.